אנחנו ניקח אחריות על חינוך ילדי ישראל מגיל נתחמל المسؤوليه عن تعليم الاطفال في اسرائيل من منذ الولاده חינוך זו בשורה אדירה אנחנו נאפשר לבבות عن حضانات الاطفال منذ الولاده על הורדת גיל הפטור של צעירים חרדים מגיל 24 ל-21 ועכשיו אנחנו הולכים לעשות את זה המשמעות היא אדירה الاعفاء من القبضة للطلاب الناحية الدينية من 24 إلى 21 وهذا نحو حمية كبيرة وهذا ما يعني أننا سنرفض الاقتصاد وسنعيد هؤلاء الطلاب إلى سوق العمل. من يريد الاستمرار في تعلم الدورة فليستمر في ذلك، لكن من يريد العمل سيتمكن من العمل في وقت. برجع هذا ان لي صفق شصيرين خريدين سمحين مره اريد ان اقول انني متاكد ان في هذه اللحظه هنالك شباب سعيدون بما اقوله الان. אנחנו נסגור באופן מיידי רבותיי את משרד הדיגיטל, משרד המים, המשרד לקידום קהילתי, המשרד וזרת הדיגיטל, וזרת המייה, וזרת המיועד וראש הממשלה. ידידי יאיר לפיד יוביל את התהליך לשיקום משרד החוץ שהוא כלי יסודי לעוצמתה המדינית של ישראל. כמה שיותר מהרמוד. שר האוצר המיועד, אביגדור ליברמן, הגיע עם תוכניות משמעותיות. אביגדור ליברמן הוכלה מע מחפפות דחמה من اجل اعاده العاطلين عن العمل بسبب الكورونا الى العمل. سنعيد الكثير من الشباب الى التقنيه العاليه، هذه الصناعه المهمه. 15% من العاملين في الاقتصاد سيكونون في الهايتك في التقنية العالية. سنعمل من أجل خدمة حكومية جيدة للمواطنين كما في سنغافورة كما وعدنا. سنساعد المستقلين وأيضا أصحاب المصالح الصغيرة. سنضمن وسنرفع المخصصات للمسنين إلى 70% من الحد الأدنى للأجور. سنطور قضية الطعام الحلال وإخراج هذا السيطرة الكاملة في الحكم في إسرائيل، لكن هذا سيقوي ثقة الجمهور في جدعان سعر وزير العدل المنتخب، سيقوي العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية. سنقوم بتقديم مهمة توزيع مهمة المخصصات القضائية للحكومة، وهذه خطوة مهمة وليس لأسباب شخصية بل لأسباب موضوعية. ستكون هناك خطة قومية لشمال البلاد. سنقوم ببناء جامعة ومستشفيات في منطقة الشمال. وزير الدفاع جنس سيعمل على تقوية الجيش عبر خطة متعددة السنوات التي سنستثمر فيها في الوسائل الدفاعية والهجومية. المخاطر لم تتركنا، المخاطر ما زالت قائمة. لدينا الوسائل الأقوى ووجدنا لمن يتواجدون في الشجاعية وفي بنت جبل. لا لا تسيت